رح تهرب. استني، أنا المسؤول هون، عم تفهم؟ إيه سيدي، بس القصة أنها خلتني أرقص كرمال شغلة حق روبيتين. ما شفتني كيف كنت عم أرقص قدامكم كلكم هيك من شوي؟ ساودني فرجة للكل، بيهون عليك اتبهدل هيك مشان شغلة ما عليها القيمة؟ بصير سيدي خلص، صرعت لي راسي. سيدي سكوت. طلع علي شعري، أنا شعري انسرع مني. إيه انسرق. كيف؟ تقصد شعر؟ شعرك؟ ما هن ليكن على راسك. شعر؟ أنا قلت شعر؟ أنت هيك سمعت؟ إيه قلت شعراتك. لا لا سيدي، حقك علي، بعتذر، أنا خربطت، ما كنت بقصد شعري، قلبي، قلبي سرق مني، سرق قلبي. إيه سرقت لي قلبي. أيوش، شو عم تقول؟ شو عم تخبص أنت؟ اسمعيني لكشمي، راحت لتشوف ريشي، أنا عم مثل. شبكي، شو صار لك؟ أسفة 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 سيدي، هذا شو عم بيقول؟ شو عم بيخبص؟ شو هالحكي؟ لو سمحت اكتب لي الشكوى لإلي بسرعة. يلا يا بنت، يلا رجعي له قلبه. رجعي سيدي، بس أنا كنت عم أمزح. مو شايفتيون عم يضحكوا علينا؟ اطلعوا من هون يلا. لا سيدي، شو نسيت انه هي سرقت لي قلبي؟ صرت بلا قلب. هاي البنت اخذت لي قلبي من مكانه، لازم تخلوها ترجع لي اياه. ايه سيدي، هو كمان سرق لي الدبوس، انتو لازم تعاقبوه بسرعة. لك باتيل. بتمنى ريشي ولكشمي يشوفوا بعضهم، كتير معصبة من شالو. مو معقول قديش هالبنت قوية. عمتي معك حق، هاي البنت كتير مزعجة. وبابا ما عم صدق انه واقف بصفها. طبعا، لانه اخت لاكشمي. تأكدي ما كان حدا رح يعبرها لو لهالشي حبيبتي، كله بسبب اختها وبس. بعرف عمتي، اساسا لاكشمي دمرت عائلتنا وهلأ اجت اختها، لانه نحنا ناقصنا اكتر من هيك. في شغلة تانية ما بعرف اذا انتبهتي، ايوش وشالو عم يقضوا وقت كتير مع بعض. شو قلتي؟ ايه انا شفتهم عم يطبخوا مع بعضهم. عمتي شو؟ مستحيل سونيا، انت شو عم تحكي؟ وانا اصلا قلت لك من قبل، ايوش بيحبها كثير للاكشمي، وعلى طول بيدعمها كرمال هيك هو منيح مع اختها. هي كل القصه مو اكثر. ماشي ماشي، بتمنى يكون هيك. هذا كل شيء سونيا حبيبتي، انت اكيد عم يتهيأ لك مو اكثر. مثل ما عم اقول لك، ما في بيناتهم شيء نهائيا. لهيك روقي. لاكشمي اجت لتشوفني بس ما استفدنا شيء، ضلينا عم نتقاتل. بس حتى الخناق معها حلو، بس نحن ما حكينا منيح. يا ريت بقدر شوفها مرة تانية. لاكشمي؟ لا لاكشمي كيف بدها تفوت؟ بس عن جد هي لاكشمي؟ معقول أنا جنيت يعني؟ لو سمحت لحظة بس، ممكن تجوا شوي؟ بيقدر حدا فيكم يقرصني؟ يقرصني بسرعة. شو قصدك؟ ما بتعرف تقرص؟ يعني هيك هيك، قرصني يلا، قرصني بسرعة إذا بتريد. ليش لا أرصك؟ برأيي خليني أضربك.